هذه التحديات موجودة الآن لأننا نستهلك أكثر فأكثر مداخلنا بالعملة الصعبة، لأن يعني توازن في الميزانية يتطلب أسعار البترول أعلى من ما هي موجودة الآن، ولذلك سيكون ناقص في الميزانية حتى نصل إلى هذا السعر، ولكن لم أظن سنصل إليه في المدى المتوسط. ولذلك إذا لم ننوع الاقتصاد، إذا لم نحسن في التسيير، سنصل إلى مشاكل في المدى المتوسط يعني البعيد. ولذلك يجب أن نأخذ يعني هذه التحديات بعين الاعتبار ونمشي في الطريق في أقرب وقت ممكن، لأننا نستهلك منذ 2014 كل سنة يعني كميات كبيرة من العملة الصعبة، كانت من 200 مليار دولار في 2014، والآن هي في 85 مليار دولار يعني هذه السنة. ولذلك يجب أن ننوع بسرعة، يجب أن نحسن في تسييرنا في كل مجالات كي نوفر يعني الأموال اللازمة للاستثمار وخلق فرص عمل. لا تنسوا زيارة موقع دكتور خليل شاكي، نتكلم عن الاقتصاد، عن الطاقة، عن العلم.